بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم الله في كل ابتداء، الصلاة والسلام على فيض رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد اليتيم الذي لا أب له يسانده والمسكين الذي لا أم تحنو عليه، فمن مات أبوه فقد السند ومن ماتت أمه فقد الحنان كله. لذلك أراد الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتمد على أبيه أو أمه، وإنما يكون اعتماده على واحد هو الله. صلاة وسلاما عليك يا سيد العقلاء يا خير الورى، صلاة وسلاما عليك يا من أوتيت إلى الحياة مبشرا، صلاة وسلاما عليك يا من عليك ظللت الغمامة في الورى، صلاة وسلاما عليك يا من به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، صلاة وسلاما عليك يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. أيها الإخوة الأكارم، القرآن الكريم يتلو علينا من الضياء والنور ولما فيه شفاء لما في الصدور، أو يشكو إلينا أو يغرد إلينا عالم التلاوة. قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Thank you.
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم الراشدون أولئك هم Amen.
فقاتل
من
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لست عاقلا فمن هم العقلاء. يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. يا قارئنا افض ورتل علينا القرآن ترتيلا. فانت يوم القيامة يا شيخ انور مع القراء في الجنة ونحن على مأدبة المستمعين. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي وبلبل وقروان الوطن العربي والهرم الثاني للمدرسة الشحاتية وقارئ العالم الاول فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. تكريما الى روح الطاهرة التي رحلت عن دنيا الناس في احب الايام الى الله. تقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص شكر التقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء. نقط هذه التلاوة عبر اسير موجاتنا الصوتية عميد الصوتيات الحاج محمد سلام ادارة العالمي حماد سلام برهمتوش السنبلوين لؤلؤة الإنارة وأدخل مع
بتاعت الديزل الكبرى مهندس رضا سعد فرج والمقيم بترميس العرب مركز الملوين لولوعه قصور الضيافه والفراشه عبد محمد مختار والسعيد ابو تريكه والمقيم بالظريف مركز الملوين واجب الضيافه المتر سليم عوض حاتم ابو العطه والمقيم بترميس العرب هندس الهواء والتصوير عاشق ال الشحات العبقري عمرو صقر اخوتنا اخوات الايمان والاسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.